بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن صفة الصلاة وقوله عن المصلي: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. وأما السبابة وهي التي تلي الإبهام فإنه يرفعها ويشير بسبابتها. السبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، هذه السبابة. قالوا سميت بالسبابة لأنه يشار بها عند السب، ويقال لها السباحة لأنها يشار بها عند التسبيح، فهي تسمى بهذا وبهذا. فيرفع أصبعه السبابة ويحركها عندما يمر لفظ الجلالة، إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. وإن قبض الأصابع الأربعة كلها وأشار بالسبابة فهذه صفة واردة أيضا، صفة صحيحة وواردة، لكن الأولى أولى. وقال: ويبسط اليسرى. أما يده اليسرى فإنه يبسطها على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض ورؤوسها إلى القبلة. والآن يبين الذكر الذي يقال في هذا الجلوس، وهو أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد الأول، وهو واجب من واجبات الصلاة، إذا تعمد تركه لم تصح صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو كما يأتي إن شاء الله. وهذا اللفظ هو أصح ما ورد في صفة التشهد الأول، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكره. التحيات لله، تحيات جمع تحية، وهي التعظيمات، أي جميع التعظيمات حق لله سبحانه وتعالى، كالركوع والإنحناء والسجود وغير ذلك مما يعظم به الرب، فإنه خاص لله لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فقوله لله أي ملكا واستحقاقا لا يستحقه غيره من البشر. والصلوات جمع صلاة، أي جميع الصلوات من فريضة ونافلة، وكذلك الدعوات كلها لله سبحانه وتعالى، فلا تجوز الصلاة لغير الله سبحانه، ولا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فالصلاة هي من أعظم العبادات، فلا يجوز صرفها
لغير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والطيبات أي الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات وكل ما يتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى مما شرعه فإنه من الطيبات. ثم قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بهذه الصيغة، السلام عليك. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فمعناه اسم الله عليك بركة وحفظا. وقيل السلام معناه السلامة من الآفات، فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. أيها النبي، هذا الخطاب خطاب استحضار في الذهن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم غائب وميت عليه الصلاة والسلام، وهو في الرفيق الأعلى، ولكن هذا من باب الاستحضار في الذهن. ويقال كما ورد لا يغير. ورحمة الله وبركاته، هذا من تمام التحية، السلام عليك ورحمة الله، أي عليك رحمة الله سبحانه وتعالى، وعليك بركاته جمع بركة، وهي ثبوت الخير ودوامه. ثم بعدما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام الكامل الطيب المبارك، سلم على بقية عباد الله فقال: السلام علينا، أي معشر الحاضرين، المصلي والإمام والمأمومين، فهو يسلم على إخوانه الحاضرين. ثم عمم فقال: وعلى عباد الله الصالحين، يشمل ذلك كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وغيرهم من عباد الله الصالحين. فهذا دعاء مبارك وعام للمسلمين، للحاضرين على وجه الخصوص، وللغائبين على وجه العموم. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، أعتقد بقلبي وأنطق وأعترف بلساني أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذه كلمة عظيمة، ليست مجرد لفظ يقال. فما دمت تشهد أنه لا إله إلا الله، فالواجب عليك أن لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعبد معه غيره. فإن عبدت معه غيره، أو دعوت غيره، أو استغثت بالأموات، أو ذبحت للأموات، أو غير ذلك مما يفعله عباد القبور، فإنك قد أبطلت شهادة أن لا إله إلا الله وناقضتها. فلا بد من النطق بهذه الكلمة، واعتقاد ما تدل عليه، ومعرفة معناها، والعمل بمقتضاها. لا بد من هذه الالتزامات، وإلا فإنها لا تنفع من قالها. ثم بعد أن شهد لله بالوحدانية واستحقاق العبادة، شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن هاتين الشهادتين مقترنتان دائما وأبدا، وهما الركن الأول من أركان الإسلام. فلا بد إذا اعترف لله بالتوحيد أن يعترف للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن محمدا، أشهد أيقر وأعترف أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولاحظ قوله عبده ورسوله، ففي قوله عبده رد على الغلاة الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفعونه عن مرتبة البشرية إلى مرتبة الإلهية والعبودية.
فهو عبد عليه الصلاة والسلام، ليس له من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء، وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى. وفي قوله ورسوله رد على أهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم الذين جحدوا رسالته وأنكروا نبوته، فلا بد من الجمع بين اللفظين أن محمداً عبده ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم إنما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ففي قول عبده هذا رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم، وقوله ورسوله هذا رد على الجفاة في حقه صلى الله عليه وسلم الذين جحدوا رسالته. قال هذا التشهد الأول. نعم أحسن الله إليكم. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن كانت الصلاة ثنائية فإنه يستمر في التشهد، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد، اللهم دعاء لله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم وهو الله، صل على محمد. وصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقد صلى الله وملائكته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آل محمد، آل محمد الصحيح أن المراد بهم هنا أتباعه عليه الصلاة والسلام، فكل من اتبعه فإنه من آله وتتناوله هذه الصلاة وهذه الدعوات المباركة. ويطلق آل محمد ويراد بهم قرابته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ولكن المراد هنا ما يعم أهل بيته ويعم أتباعه عليه الصلاة والسلام. كما صليت على إبراهيم، أي صلي على محمد وعلى آل محمد كما صلاة تماثل وتساوي ما صليته على إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنك حميد مجيد، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وتعليل لما سبق من الدعاء، وتوسل إلى الله جل وعلا باسمين من أسمائه حميد مجيد. وبارك على محمد، أي أنزل البركة وهي نماء الخير واستقراره دائما وأبدا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، أي على آل إبراهيم، والمراد بهم الأنبياء الذين جاءوا من بعده عليه الصلاة والسلام، فكلهم من آله وكلهم من ذريته. قال الله جل وعلا في إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي جاء بعده فإنه من ذريته عليه الصلاة والسلام. فالمصلي سأل الله بركة تعادل ما باركه على إبراهيم وعلى من بعده من الأنبياء، فهذا يدل على فضل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم توسل بقبول هذا الدعاء باسمين كريمين، إنك حميد، أي لأنك حميد مجيد، فهذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته أن يستجيب هذا الدعاء المبارك. ثم يستعيذ بالله من أربع كما جاء في الحديث، أي يطلب من الله أن يعيذه وأن ينقذه من هذه الأربع، من عذاب جهنم
هذه الأولى، وجهنم اسم من أسماء النار والعياذ بالله. وعذاب القبر حينما يوضع الميت في قبره فإنه يبتلى ويمتحن كما جاء كما صح في الحديث، فإن لم ينجح في هذا الامتحان ولم يجب الإجابة الصحيحة على ما يلقى عليه من الأسئلة فإنه يعذب في قبره. فعذاب القبر حق قد تواترت به الأدلة، والإيمان به واجب ولا ينكره إلا المبتدعة والعياذ بالله. نعوذ بالله. ومن أدلة ثبوت عذاب القبر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة منه، فدل على أنه واقع. ومن فتنة المحيا، الفتنة هي الابتلاء والامتحان، والمحيا الحياة الدنيا وما يعرض الإنسان فيها من الفتن، فإنه معرض للفتن، فتن المال وفتن الأولاد وفتن الشهوات وفتن الشبهات وغير ذلك، فيسأل الله السلامة من هذه الفتن ألا تؤثر عليه وتصرفه عن دينه. ومن فتنة الممات، وذلك أن الميت يمتحن عند الموت ويأتيه الشيطان ويطلب منه أن يموت على غير الإسلام. ثم أيضا من فتنة الممات عذاب القبر إذا وضع في قبره وجاءه الفتانان يسألانه، فإما أن يجيب بالجواب الصحيح فينجو، وإما أن يخفق في الجواب فيهلك. فهو فتنة في القبر، يفتن إنكم تفتنون في قبوركم كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو يسأل الله السلامة من هاتين الفتنتين، فتنة الحياة الدنيا وفتنة الممات وما يعرض للميت عند موته وفي قبره من الابتلاء والامتحان. والرابعة من فتنة المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، وظهوره من علامات الساعة الكبار. والمسيح الدجال سمي المسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة، وقيل لأن عينه ممسوحة لأنه أعور ممسوح العين. والدجال الكذاب من الدجل، فهو دجال صيغة مبالغة يعني كثير الكذب والدجل والفتنة والعياذ بالله، ففتنته شديدة، ولهذا يشرع التعوذ منه في كل صلاة. هذه الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها في التشهد الأخير بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد على ذلك من الأدعية فلا بأس. ولهذا قال ويدعو بما ورد، أي بما يوافق الوارد مما فيه صلاح دينه ودنياه، ويكثر من الدعاء قبل السلام لأنه في حال عبادة وفي دبر الصلاة، فالدعاء في هذا الموطن مظنة الإجابة. نعم. قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ومنه مما ورد اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم وغير ذلك مما ورد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك مما تيسر من الأدعية الواردة في الكتاب وفي السنة. أشرتم الشيخ إلى أن هذا دبر الصلاة، وأحيانا يأتي في بعض الأحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. هو المقصود، هل المقصود في آخر التشهد أو بعد السلام؟ دبر الصلاة آخرها يطلق على معنيين، نعم. على آخرها ما قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام، والمتأكد أو الأفضل والآكد أن يكون قبل السلام هنا لأنه مظنة الإجابة. فالدعاء في العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة، وإن أخره إلى ما بعد السلام فلا بأس. نعم. يحمل على هذا ما أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى قوله دبر الصلاة وأدبار السجود، يعني مقصود آخر الصلاة أدبار السجود يعني بعد الفراغ من الصلاة. قلنا أنه يطلق على معني على آخر العبادة، ويطلق على ما بعد العبادة، ومهما أمكن أن يكون الدعاء في آخر العبادة أفضل.
أحسن الله إليكم. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم، بعدما يأتي بالتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المستحب بعد ذلك، فإنه يسلم عن يمينه، يسلم تسليمتين، واحدة عن اليمين والثانية عن اليسار، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا تحليل للصلاة، كما أن تكبيرة الإحرام تحريم لها. ولهذا يقول الفقهاء، يقول العلماء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو خروج من الصلاة بهذا الذكر العظيم، السلام عليكم، أي الدعاء لإخوانه الحاضرين بالسلام، وهو اسم من أسماء الله، أو يدعى لهم بالسلامة، ورحمة الله أي تحل عليكم رحمة الله ومغفرته، وعن يساره كذلك، ولا يزيد وبركاته، لأن المشهور والذي عليه الأكثر ومحل الاتفاق هو هذا، السلام عليكم ورحمة الله. وأما لفظة وبركاته فوردت في بعض الروايات، فلا تجوز المداومة عليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. نعم، ما سبق كله إذا كانت الصلاة ثنائية فليس فيها إلا تشهد واحد. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه إذا أتى بالتشهد الأول وانتهى إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنه يقوم للركعة الثالثة، يقوم للركعة الثالثة، وهذا معنى قوله نهض مكبرا، هذه تكبيرة الانتقال من الجلوس إلى القيام، وهي واجب من واجبات الصلاة. وهل يرفع يده معها كما يرفعه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والقيام من الركوع، أو لا يرفعها؟ قولان لأهل العلم، الصحيح أنه يرفعها، وأن هذا موطن رابع لرفع اليدين عند التكبير، هذا هو الصحيح إن شاء الله. ثم صلى ما بقي من صلاته كالركعة الثانية، يعني ليس فيه تكبيرة الإحرام ولا الاستفتاح ولا التعوذ، وإنما هذا خاص بالركعة الأولى، وأما الثانية فلا يكون فيها ذلك، فكذلك الثالثة والرابعة تكون مثل الثانية، ولكن بالحمد فقط، لأنه سبق أنه في الركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. أما في الركعة الثالثة والرابعة فإنه يقتصر على الفاتحة، لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقرأ بعدها شيئا من القرآن، بل إذا فرغ من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة فإنه يركع مباشرة ولا يقرأ بعدها شيئا من القرآن. نعم، فإن قرأ صح ذلك، لأنه ورد في بعض الأحاديث، لكن الصفة المشهورة أنه لا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، لكن لو قرأ فإنه يجوز له ذلك.
لو قرأ ولا ينبغي أن يداوم على ذلك لو فعلها بعض الأحيان. نعم. إذا فعلها المأموم لأنه ينظر إمامه حتى يركع فيقرأ شيئا من القرآن حتى يركع الإمام، فرغ من الفاتحة قبل الإمام ولم يركع الإمام. لا ما لا بس يقرأ ما في بس. أحسن الله إليك. نعم. قال ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. فإذا فرغ من الركعة الثالثة في الثلاثية أو الرابعة في الرباعية فإنه يجلس للتشهد الأخير، لكن يختلف عن جلوسه للتشهد الأول بأن يكون متوركا، بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى فتكون رجلاه خارجتين من تحته، ويجلس على مقعدته، يجلس على مقعدته. هذا هو الأفضل فرقا بين الجلوسين. نعم. والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. والمرأة مثل الرجل فيما سبق من أحكام الصلاة، إلا أنها تختلف عنه في أنها تضم نفسها. سبق أن الرجل يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وساقيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، سبق أنه يجافي في حالة سجوده. أما المرأة فإنها تضم نفسها ولا تجافي لأنها عورة، وكلما ضمت نفسها كان ذلك أستر لها. هذا في حالة السجود. وفي حالة الجلوس لا تتورك، وإنما تسدل رجليها في جانب يمينها، تجعلها عن جانب يمينها ولا تنصب اليمنى ولا تفترش اليسرى، وإنما تسدلهما يعني تجعلهما موضوعتين على الأرض وتخرجهما من تحتها. هذا هو الأفضل، ولكن الصحيح أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، لأنه لم يدل دليل على التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان هذا آخر ما في حلقتنا هذه من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الشرح، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.